حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج المؤشر، وفي هذه الفترة الثانية التي نتابع فيها معكم ثالث جلسات هذا الأسبوع ومنتصفة هذه الجلسة الإيجابية التي انعكست على السوق العام وكذلك أيضا السوق الأول، بينما تراجعت في مكونات السوق الرئيسي. نتابع المزيد من الزميل عايد العنزي من استديوهاتنا في بورصة الكويت، وحياك الله أبو عبد الله. مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. يعود السوق الاول من جديد للواجهه وبصعود جدا ايجابي، فيما السيوله السوق الرئيسي يتفوق في السيوله، ولكن السوق الرئيسي يتراجع في هذه الجلسه نتيجه عمليات جني ارباح على بعض الشركات التي تبعت في الفتره الماضيه، ولكن هناك شركات جديده دخلت على الخط بالنسبه للسوق الرئيسي. لكن السوق الاول اليوم القياده ايجابيه والنشاط واضح وقوه شرائيه كبيره جدا مشاهدينا الكرام، ولكن ليه الحين تو الناس على السوق الاول؟ ليه الحين السوق الاول يعني رغم ان ارتفاع في المؤشرات ولكن ينقص السيوله الكبيره جدا والكميه المتداوله، لكن الاحظ في هذه اللحظات وانا قاعد اتكلم مشاهدينا الكرام هناك دخول واضح في اقفال المزاد على بعض الشركات القياديه كالوطني كزين كبيتك، يعني هناك دخول ايجابي على هذه الشركات ونشاط واضح في نهايه هذه الجلسه، وقاعد اشوف انا اقفال مزاد مميز للسوق الاول في هذه اللحظات. خلينا نشوف معاكم مشاهدينا الكرام المؤشرات، ومن ثم نبدا الحديث عن السوق الاول ودخول على هذا السوق اللي قاعد اشوف فيه انا دخول جدا ممتاز ونشاط واضح ونشاط ايجابي على كثير من شركاته. الملاحظ السوق الرئيسي يتراجع حاليا نقطتين وثمانية اعشار النقطه مشاهدينا الكرام، فيما السوق الاول بارتفاع 29 نقطه وسبع أربعة اعشار نقطه، السوق العام بارتفاع في 19 نقطه تقريبا مشاهدينا، ونلاحظ الكميه المتداوله 184 مليون و800 عكس جلسه الامس اللي كانت فيها الكميه جدا منخفضه مشاهدينا الكرام 151 تقريبا بصفقات 6840 وبقيم 22 مليون نصيب السوق الرئيسي 12 مليون، يعني اكثر السوق الرئيسي اكثر اليوم نتيجه تداولات قياسيه لكثير من شركات هذا السوق. اليوم عندي انا ارزان 40 مليون، عندي انا الاولى 20 مليون، عندي المدينه 21 مليون، عندي او كثير من الشركات، عندي عيان 11 مليون، في شركات كثيره جدا اليوم في تداولات قياسيه مشاهدينا الكرام. لذلك الجزيره اليوم سعر مرتفع 1.4 مليون تقريبا تداولها، الافكو 216 تداولها حوالي 9 مليون و650، يعني هذه الشركات هي من رفع السيوله في السوق الرئيسي وتفوقت على السوق الاول، ولكن اقفال المزاد ممكن يتغير الوضع الى الافضل، ممكن اقفال المزاد يتغير الوضع الى الافضل ونشوف يعني سيوله اكثر مع نهايه هذه الجلسه مشاهدينا الكرام للسوق الاول. اللي قاعد اشوفه في هذه اللحظات طلبات ممتازه مشاهدينا الكرام على جميع شركات السوق الاول دون استثناء. جميع شركات السوق الاول فيها طلبات في هذه اللحظات، وممكن تتغير احوال كثير من الشركات في نهايه هذه الجلسه بالنسبه للسوق الاول. السوق الرئيسي لا، اليوم شركات تراجعت الفتره الماضيه، اليوم فيها حركه ايجابيه، فيها نشاط واضح، في شركات فيها صعود كان الفتره الماضيه، اليوم جني ارباح مستحق، وهذا هو ديدن السوق مشاهدينا الكرام، بالنسبه للشركات يعطيك ارتفاعات ثلاث ايام اربع ايام ومن ثم جني ارباح ومن ثم العوده للصعود في الفتره الماضيه، كذلك في السوق الاول لا، السوق الاول يعني عانى فتره يعني اكثر من اسبوعين وهو عند مستوى سعرية واضحة ومستقرة، وكذلك كان فيها تراجع، لكن اليوم ينتفض السوق الأول وبصورة إيجابية ورأينا اللون الأخضر، ولكن ينقص السيولة، واعتقد السيولة قادمة في إقفال المزاد بالنسبة للشركات ممكن يتفوق فيها على السوق الرئيسي في نهاية هذه الجلسة. نشوف معاكم مشاهدينا الكرام إقفالات المزاد ووضعية الجلسة في نهايتها، وخاصة للسوق الأول والوطني تحديدا اللي قاعد أنا أشوف فيه طلبات جدا إيجابية، قاعد أشوف حاليا يطلب بالحد الأعلى 255 الوطني ويعرض بالحد الأدنى 109، يعني الطلب افضل من العرض حاليا، واخر صفقه 845، لكن التداول قليل جدا. نلاحظ بنك الخليج كذلك نفس الحال، الدخول جدا ممتاز 287,000 بالحد الاعلى، العرض بسيط جدا. الدولي بالحد الاعلى مطلوب 96، برقان مطلوب 212,328، بيتك مطلوب بالحد الاعلى 743,436، ولكن يعرض ب 80 مليون مشاهدينا الكرام، لذلك بيتك راح يكون اقفاله اكثر، يعني راح يكون 680. بنك بوبيان كذلك بطلبات جدا ايجابيه بالحد الاعلى 146,000 بشاريع الكويت اللي بدات تنتفض في هذه الجلسة. بدات تتحرك في هذه الجلسه، المشاريع اليوم وجه المشاريع غير، اليوم وجه المشاريع غير وتداولاتها غير عن الايام الماضيه. 157 حاليا، واعتقد انها راح تقفل 158 في هذه اللحظات، 2,350,000 وفيها تداولات اليوم المشاريع. المباني المتراجعه ولكن مطلوبه حاليا، لكن العرض اكثر من الطلب. بوبيان بتكماويات نفس الطريقه في طلبات، ولكن العروض
لا راح يكون في المنطقه الخضراء ان شاء الله ابو بيامه كماوت او يستقر القرين. كذلك مشاهدينا الكرام وضعيه ايجابيه لجميع الشركات القياديه. زين تطلب حاليا بالحد الاعلى 666 393 الف. الاهلي المتحد البحريني عودنا على 60 الف وما زالت موجوده سواء بالافتتاح او بالاقفال، ولكن راح يكون في المنطقه الخضراء مشاهدينا الكرام في نهايه هذه الجلسه. بنك وربا كذلك بوضعيه ايجابيه يطلب بالحد الاعلى 108000، ميزان 603 في هذه اللحظات والعرض 608 ولما الحين ما تغير شيء. المتكامله يطلب بالحد الاعلى 24000، شمال الزور يطلب بالحد الاعلى 93000. البورصه على وضعيتها ما تغير شيء لحد الان. قاعد اشوف انا الطلبات على الشركات القياديه جدا ايجابيه، لكن خلينا نشوف السوق الرئيسي. نشوف السوق الرئيسي، عندي انا ايفا تطلب حاليا 59.1 2000 سهم والعرض 58.9، لكن راح تقفل على 59 اعتقد، لكن في تراجع للتجاري وتراجع الاهلي هو ما اثر على المؤشر التجاري والاهلي، لكن الاقفال راح يعدل الوضع ان شاء الله، يمكن الاقفال تعدل الوضع بالنسبه لهذه الشركات مشاهدينا الكرام، وخاصه القطاع المصرفي في السوق الرئيسي هو سبب تراجع مؤشر السوق الرئيسي بتقريبا 0.9 نقطة. وقاعد اشوف الطلبات جيده في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام على اكثر من شركه. قاعد اشوف الطلبات جيده على اكثر من شركه في السوق الرئيسي. نشوف بقيه الطلبات قاعده، والله الطلبات قاعده تزيد، الطلبات قاعده تزيد على بعض الشركات مشاهدينا الكرام، ودشينا المزاد، دشينا المزاد في هذه اللحظات، ونتابع معاكم الاقفالات في نهايتها في جلسه منتصف هذا الاسبوع وحركه سريعه لبعض الشركات بالنسبه للطلبات. لكن خلينا نشوف ايش راح يصير مشاهدينا الكرام في نهايه هذه الجلسه. لحد الان الطلبات بالنسبه للسوق الاول على وضعيتها ما تغير شيء، الطلبات ثابته، وكذلك العروض في نهايه هذه الجلسه، فيما السوق الرئيسي لليوم الحين في كر وفر بالنسبه للطلب والعرض، في ناس تعرض في ناس قاعده تطلب اكثر، لكن لحد الان الرؤيه غير واضحه بالنسبه لهذا السوق. هل يتغير الوضع في نهايه هذه الجلسه ويتحول مؤشر السوق الرئيسي الى المنطقه الخضراء؟ ممكن مشاهدينا الكرام، ممكن تكون المنطقه الخضراء هي حصيله نهايه هذه الجلسه للسوق الرئيسي بعد ان كان متفوقا الفتره الماضيه في المنطقه الخضراء. وننتظر مشاهدينا الكرام اقفالات هذه الجلسه، ودشينا 39 ونشوف ايش راح يصير اللحظات الاخيره من عمر هذه الجلسه، والطلبات الايجابيه لاكثر من شركه قياديه في نهايتها، وقاعد تزيد الطلبات عندي حاليا، قاعد اشوف الطلبات قاعده تزيد مشاهدينا الكرام على بعض الشركات، خاصه شركه البورصه، صار الطلب دينار و105 حاليا 20500، لكن زاد العرض على دينار و113000. في طلبات وعروض قاعده تزيد على بعض الشركات مشاهدينا الكرام في اللحظات الاخيره، لكن الاهلي المتحد البحرين لا وضعيته جيده ومتماسك. ممكن وربا يذهب الى المنطقه الخضراء، ممكن وربا يذهب الى المنطقه الخضراء مشاهدينا الكرام. مركز سلطان راح يزيد المكاسب لمركز سلطان، وبعض الشركات الاخرى ممكن تزيد المكاسب لبعض الشركات في نهايه هذه الجلسه، اللي اليوم تفوق فيها السوق الرئيسي بالمنطقه الخضراء فقط، لكن السيوله لا ما زالت السوق الرئيسي. واقفالات المزاد، ها هي الاقفالات الوطني باربع فلوس ارتفاعا مشاهدينا الكرام، الوطني باربع فلوس ارتفاعا وصفقات كثيره للوطني في نهايه هذه الجلسه، و24 مليون و200 يعني مليونين و200 مشاهدينا الكرام باقفال المزاد. الدولي على استقرار، برقان بيرتفع فلسين، وبيتك باربع فلوس ارتفاعا، وبعد بيتك يعني والله صفقات كثيره جدا مشاهدينا الكرام. ونلاحظ بنك بوبيان بيرتفع باربع فلوس، وبعد بوبيان عندي التسهيلات بارتفاع، تسهيلات وايفا فلسين صعودا، المشاريع ثلاث فلوس ارتفاعا، ارزان على تراجع بثلاث اعشار الفلس الاولى بثلاث اعشار الفلس ارتفاعا، الخليجي على تراجع، اعيان بارتفاع بعد تراجع اثناء الجلسه حوالي فلسين، مدار بيرتفع باربع فلوس، صكوك كذلك بارتفاع، المدينه بارتفاع، نور بارتفاع في تراجع فلسين مع الامتياز، والخليج للتامير بارتفاع جيد، والوطنيه العقاريه بارتفاع، صالحيه بارتفاع، المباني بفلسين تراجعا، والمستثمرون على استقرار مزايا بارتفاع، المراكز بارتفاع، الصناعات الوطنيه مستقره، كيبلات بارتفاع، السفن على تراجع، سيكو بارتفاع، استهلاكيه والغين وصلبوخ واجيلتي وزين جميعهم في المنطقة الخضراء، جميعهم في المنطقة الخضراء مشاهدينا الكرام، ووضعية إيجابية، و24 مليون ونص حاليا للسيولة. سينرجي التعليمية على تراجع، أريده الآن في المنطقة الخضراء، وهيومن سوفت على تراجع 15 فلس،
بعد صعود قوي جدا هيومن سوفت، لابد ان تريح المؤشرات. ايفا فنادق بارتفاع 20 الفلس، الافكو بتسع فلوس ارتفاعا، والجزيره كذلك بارتفاع جيد للجزيره واهل المتحد البحريني، فيما بنك غربة يستقر والمتكامل على استقرار، والمنار في المنطقه الخضراء وشمال الزور ثلاث فلوس، والبورصه على تراجع بثلاث فلوس. ولاحظوا عيال مشاريع الكويت، الدخول على المشاريع في نهايه هذه الجلسه، لاحظ دخول على المشاريع مشاهدينا الكرام، المشاريع تطلب 158 بعد ان كانت معروضه فوق 850 تطلب 700,000 على 858، يعني المشاريع اليوم مثل ما قلت انا تغير وجه المشاريع، تغير وجه المشاريع بالتداولات وكانت واضحة أثناء الجلسة. لذلك مشاهدين الكرام هذه الجلسة جلسة إيجابية، تساوت فيها تقريبا القيم في نهاية هذه الجلسة يعني لجميع المؤشرات فيما لجميع الأسواق، لكن المؤشرات ظلت متباينة حتى نهاية هذه الجلسة مشاهدين الكرام لتراجعات واضحة للسوق الرئيسي بثلاث نقاط وأربعة أشهر نقطة، فيما تفوق السوق الأول وكذلك تفوق مؤشر السوق العام، ولكن السيولة بقيت فوق 12 مليون لكلا السوقين، ولكن السوق الرئيسي هو أكثر قليلا، ولكن تساوت القيم مع نهاية هذه الجلسة بسبب الدخول الإيجابي والدخول الواضح مع نهاية هذه الجلسة لجميع الشركات دون استثناء، وخاصة القطاع المصرفي وكذلك المشاريع والمباني. وجلتي في نهاية هذه الجلسة لاحظنا ارتفاع في الكميات وارتفاع في القيم في نهاية هذه الجلسة، ولكن ما زال هناك الكثير لهذه الشركات أن تعطي خلال الفترة القادمة إن شاء الله، وننتظر نهاية يعني الجلسات القادمة. خلينا نشوف معاكم السوق الأول مشاهدينا الكرام وضعية هذا السوق وإقفالاته في نهايته، هل هناك زادت الاقفالات لبعض الشركات ولا استقرت عند نفس هذه المستويات السعريه اللي قبل اقفال المزاد؟ هذا الملاحظ مشاهدينا الكرام. ونشوف معاكم الوطني 845 مطلوب بمداولة 1,600,000، بنك الخليج 218 معروضا بس تداولاته قليله جدا، وكذلك الدولي مستقر، برقان في 213 مطلوب لبرقان، وبيتك 680 كان العرض فوق المليون، اليوم حاليا العرض 400,000 بالنسبه لبيتك مشاهدينا الكرام. ونشوف بنك بوبيان 572 معروضا لمشاريع الكويت، تطلب 158 882 العرض، طبعا خلاص مع العرض ما راح يكون، لكن الطلب 158 اللي عنده يبيع يعني ما قاعد يقول. المباني على تراجع، الصناعات الوطنيه على استقرار، بوبيان على استقرار، الجرين اجيليتي زين بوضعيه جدا ايجابيه، وخاصه زين تداولات اليوم مليونين وشوي، فيما الاهلي المتحد البحريني بعد سلسله من التراجعات الواضحه واللون الاحمر للأهلي المتحد البحريني اليوم في المنطقة الخضراء، فيما تراجع ميزان وتراجعت البورصة فيما شمال الزور اليوم بوضعية أكثر يعني إيجابية من الأيام الماضية بتداولات 1,750,000. خلينا نشوف السوق الرئيسي، السوق الرئيسي رغم أن الأهلي عدل وضعيته ولكن المنطقة الحمراء ظلت للتجاري اللي كان يعني له تأثير كبير جدا، لأن أقفل على 515 وتوقفل على 500 يعني 15 فلس، ووزنه كبير جدا محسوب على مؤشر السوق الرئيسي، لذلك التراجع قوي جدا للتجاري. فيما نلاحظ إيفا بارتفاع مستوى 59 في هذه الجلسة، وكذلك التسهيلات وكذلك ارتفاعات جيدة للمركز المالي والأولى، ونلاحظ العيان وبيان فيما تراجعت بعض الشركات مشاهدين الكرام، وعندي مدار اليوم يرتفع الى مستوى 95 بداوة 3,900,000 وارتفاع للسلام بعد عودة مجموعة المدينة، تغير وجه اليوم المجموعة بارتفاعات جدا ايجابية، وخاصة المدينة تداولها 21,600,000 ورفعت ارتفعت اكتتاب وكذلك السلام، واغلب شركات المجموعة في المنطقة الخضراء باستثناء اعتقد بترو جلف هو الوحيد المتلون في المنطقة الحمراء في نهاية هذه الجلسة. الافكو بنشاط واضح بعد اعلان النتائج المالية السلبية، ولكن تراجع السهم للمستوى السعرية ومن ثم عودة الصعود، اليوم قاعد نتكلم عن صعود 9 فلوس 216 بالنسبه لألافكو، وما زال هناك مشاهدينا الكرام تداولات حتى هذه اللحظه اعتقد في الثواني الاخيره، ألافكو عند 216 معروضا ولكن في شراء في هذه اللحظات، واعتقد بندنا خلاص سكرنا في هذه اللحظات. لكن خلينا نشوف الشركات الاكثر تداولا، عندي انا السلام اليوم بدأ ارتفاع ب 6,800,000، عندي انا ارتفاع واضح للامتياز او ترى بالسيوله الامتياز لكن متراجع 3,900,000، عندي تراجع لبعض الشركات الاخرى مشاهدينا الكرام، عقارات الكويت 10,000,000 تداولها ولكن في المنطقه الحمراء عند مستوى 107، ونلاحظ تداولات جيدة لليوم عندي مدينة الأعمال 1,000,000 وشوي على استقرار، منازل المنطقة الخضراء 1,550,000، ارتفاعات لإسمنت الكويت لكيبلات بس بالكميات قليلة جدا لملحين، لكن خلينا نشوف الكمية لسينرجي اليوم 1,600,000 تقريبا في المنطقة الخضراء 19.6 آن كذلك، وبيت الطاقة وكذلك يعني التخصيص جميعهم في المنطقة الخضراء، وارتفاع للجزيرة اللي رفع كذلك دور كبير جدا في ارتفاع سيولة السوق الرئيسي اللي وصلت إلى حاليا 13,173,000، ونلاحظ مشاهدينا الكرام كذلك ألافكو نقفل 10,000,000 تقريبا تداول ألافكو، وتراجعات اللوجستيك وارتفاع للراي وارتفاعات جيدة للمنار والبريق وكذلك لأكثر من شركة، فيما تراجعت أنفس وجي اف اتش في نهاية هذه الجلسة. لذلك نأمل مشاهدينا الكرام
بجلسة الغد تكون أفضل من هذه الجلسة، خاصة لقرب انتهاء السنة المالية في 31/12، وراح تكون الإخفالات إيجابية لبعض الشركات، ونأمل جلسة الغد تكون أفضل وإيجابية خاصة من ناحية السيولة والدخول قوي جدا على بعض الشركات القيادية. وكل الشكر لك رائد ولمشاهدينا الكرام. شكرا لك عايد، يعطيك العافية. مشاهدينا الكرام، هكذا كانت منتصف جلسات هذا الأسبوع على هذا النحو المتباين، واللي عكس جلسات ماضية كانت متراجعة فيها مكونات السوق الأول، بينما كان الارتفاع من نصيب السوق الرئيسي. اليوم تتراجع ويتراجع السوق الرئيسي بتراجع طفيف في هذه الجلسة 3 نقاط عند 4563 نقطة، بينما يرتفع 36 نقطة السوق الأول بعد عدة جلسات متراجعة فيها. هناك كثير من الأسهم وأيضا للشركات اللي كانت حاضرة وبقوة في الكميات وما زالت أيضا في المنطقة الخضراء، وهي من مكونات السوق الرئيسي. إذا إن شاء الله نتابع معكم تفاصيل هذا التباين ما بين جلسة الأمس وجلسة اليوم مع ضيفنا عبر استديوهاتنا في بورصة الكويت، المدير التنفيذي للشركة الاستشارية العالمية الأستاذ علي العنزي. حياك الأستاذ علي، يا هلا ومرحبا فيك. أرحب فيك أخوي رائد وسادة مشاهدي الكرام، يا هلا مرحبا، حياك الله. إذا تراجعات طفيفة جدا للسوق الرئيسي، بينما الارتفاعات ومرة أخرى للسوق العام وكذلك السوق الأول. تعليقك على جلسة اليوم بعد تراجعاتهم المؤشرين الأولين الأول والعام لعدة جلسات. اليوم طبعا في هناك حالة من تبادل أدوار، كانت الشركات في السوق الرئيسي هي من تسيد التداولات سواء في الأسبوع الماضي نهاية الأسبوع الماضي أو بدايات هذا الأسبوع، بداية ضعيفة جدا الأسهم القيادية خلال جلستي الأمس اليوم، وكان متوقعا أن يكون هناك زيادة في عملية الشراء على الأسهم القيادية مع اقترابنا إلى نهاية العام إلى الإقفالات السنوية، خصوصا مقارنة مع نهاية العام الماضي أو إقفالات العام الماضي. هناك تراجع كبير في الأسعار طبعا بسبب جائحة كورونا، وهناك أيضا فرصة للتعديل في الأسعار، هناك فرصة أيضا للشراء على مستويات هذه الأسعار، بما أن الآن كورونا أصبح تقريبا خلف قطاعات كبيرة قطاعات كثيرة، إذن تعود عمليات الشراء على الأسهم القيادية. وكان أيضا عملية الشراء أيضا تدريجية، بداية الجلسة كان هناك هدوء كبير، بعد ذلك تحسن في الشراء، ارتفاع في مستويات السيولة، رأينا الوطني في مستويات سيولة متدنية أول ساعة، ثم بعد ذلك قفز إلى أن وصل 1,373,000. بيتك كان أفضل بالمتقدم بثلاث. إجمالا اليوم هناك 4 أسهم من الأسهم في السوق الأول في قائمة العشر الأفضل من حيث السيولة وكذلك في النشاط. إذن لا زال هناك أيضا اهتمام في السوق الرئيسي، ولكن تعادلت الكفة ليس بسبب تراجع الاهتمام في السوق الرئيسي، إنما بسبب زيادة الشراء في السوق الأول، وخصوصا على زين وعلى أجيلتي على بيتك على البنك الوطني بشكل خاص. ممتاز. هناك أيضا من حيث القيمة، في خانة القيمة نجد أيضا شركات من مكونات السوق الرئيسي ما زالت حاضرة مثل أرزان وكأيضا غيرها من الأسهم. تعليقك على تماسك بعض الشركات للسوق الرئيسي قبل أن نتفرغ في المحاور الأخيرة على السوق الأول. شركات السوق الرئيسي مجموعة من الشركات تشغيلية، مجموعة من الشركات ذات عائد جيد، لا زالت بأسعار حقيقة متدنية مقارنة مع أيضا إجمالي العائد للشركات في السوق الكويتي لبورصة الكويت. هناك شركات العائد لا زال لديها جيد وتستحق أسعار أكثر، لا زال هناك تركيز على هذه الشركات، أو شركات تأثرت بسبب جائحة كورونا بالتالي الآن تستعيد كثير من أسعارها. اليوم رأينا ألافكو، رأينا أيضا سهم الجزيرة يعودان مرة ثانية مرة أخرى بارتفاعات كبيرة. هناك أسهم صغيرة، قد تكون لبعض هذه الأسهم صغيرة تحسن في البيانات المالية، وبعض هذه الأسهم أيضا نتيجة مضاربات. أرزان، أعتقد أن أرزان يملك في البورصة وتحسن كثيرا ماليا، ولكن أيضا من الأسهم المضاربية كأسهم صغيرة. المدينة اليوم بعد عودة المدينة أعطى بعض النشاط، أعطى بعض الإيجابية
جروب المدينة وتبغى أسهم هذه المجموعة أيضا في طور المضاربات البحتة، مضاربات دائما صعود وهبوط، وإلى الآن لم نرى بيانات مالية حقيقة جيدة أو مستقرة على الأقل بين ربع وآخر. لذلك الشركات في السوق الرئيسي ليست على مسطرة واحدة، هناك شركات جيدة، شركات توزع، شركات ذات عائد، وهناك العكس، شركات لا توزع ولكن فقط مضاربية. ممتاز. بالنسبة لاستيراد اللقاح والحديث عنه، ماذا عن الشركات المتعلقة بالخدمات اللوجستية لهذا الشأن؟ هل يتوقع لها حركة نشاط إيجابي أكثر في المرحلة الحالية؟ لا أعتقد أن هناك آثار لتوزيع اللقاح أو لشركات لوجستية خلال الفترة القادمة، بما أن الخبر كان سابقا وبعض هذه الشركات أيضا أعلنت أن عملية نقل اللقاح سوف تكون مجانية، خدمة لأوطانها، خدمة للبشرية، سوف تقوم بتوزيع اللقاح مجانا، بنقل وتخزين هذا اللقاح مجانا، لا أعتقد أن سوف يكون هناك أثر، ولكن قد يكون فتح الأجواء كما خبر أمس، هناك فتح للأجواء والطيران بداية من مع بدايات هذا العام، الانتهاء من الإقفال، انتقال أيضا للمرحلة الخامسة بعد أن تراجعت أيضا حالات كورونا في خصوصا في دولة الكويت، قد يكون أيضا هناك لقاح وانتشار عمليات التطعيم على مستوى العالم، انكماش في أيضا الانتشار العالمي بالنسبة لكورونا، قد يدفع أيضا لفتح أكبر اقتصاديات لأرباح أكثر لشركات النقل، لشركات اللوجستية أيضا خلال الفترة القادمة. إذن خلال هذا الوقت يكون عمليات الشراء، دائما الشراء في نظرة مستقبلية للأسهم، الأسهم تشترى لمستقبلها ولا تشترى للحاضر والبيانات الحالية، إنما بيانات مستقبلية وما يقدر لها من إيجابية ونمو في المستقبل. ممتاز. تقديرك لمستوى السيولة في السوق في هذه المرحلة على مثل هذه المستويات 25 مليون وأقل أو حولها، وفق أيضا مقابل المعطيات الإيجابية اللي نشهدها جميعا، من الواضح أن السيولة تأثرت بقياب المستثمر الأجنبي سواء مضارب أو مستثمر، هناك تراجع في الشركات القيادية محليا، لدينا تداولات على الشركات في السوق الرئيسي، ارتفعت هذه التداولات بلغت 12 مليون اليوم، ولكن من يتداول في الشركات الأجنبية يتداول في الشركات القيادية، إذن تراجع الشركات القيادية مع دخول أعياد الميلاد بالنسبة للدول الأجنبية أو المؤشرات الأجنبية، دخولها تقريبا في عطل، حتى وإن عملت إلكترونيا هناك أيضا لا شك البعض يفضل أخذ راحة خلال هذه الفترة، فأعتقد أن السيولة لدينا سوف تكون أيضا سيولة محلية من اليوم إلى نهاية العام، إلى الجلستين القادمتين الأربعاء والخميس، أعتقد أن سوف تكون هناك زيادة تدريجية في السيولة، سوف نشهد جلسة الخميس جلسة مقايرة تماما سواء في الإقفالات أو حتى في النشاط وفي السيولة، ثم بعد ذلك نبدأ عام جديد، نبدأ أيضا تداولات جديدة قد تكون أفضل من هذا الأسبوع، هذا الأسبوع هو حقيقة الأسوأ من حيث السيولة على الأقل خلال آخر 6-7 أشهر، لم نرى تداولات بسيولة بأقل من 20 مليون دينار كما شهدناها في خلال جلسة الأمس. إن شاء الله وكل عام إن شاء الله وأنت بخير. أستاذ علي المدير التنفيذي للشركة الاستشارية العالمية، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات المهمة حول منتصف جلسات هذا الأسبوع، نلقاكم على خير إن شاء الله، نتابع معكم تداولات الغد مع الوقفة الفنية، والأستاذ نواف العون في يوم الغد، نترككم برعاية الله وحفظه وإلى اللقاء.